لكن مدرب يتنقل بثلاث اربع فرق في موسم، لا كتير قوي بصراحه. انتقالات المدربين لاربع فرق في الموسم دي، انا يمكن كنت قلت حل من الحلول ان ده بيجي من اتحاد الكوره، يا جماعه المدير الفني لا يحق له الانتقال لاكثر من نادي خلال موسم واحد. يعني انت دلوقتي كنت ماسك فرقه اكس، خلال الموسم تم اقالتك او استقالتك، يبقى عليك انك تقعد لنهايه الموسم عشان يجي لك نادي جديد. دي اولا عندك حاجتين، الحاجه الاولانيه هيبقى الف علامه استفهام على ان الادارات بتستعجل جدا على اقاله المدرب. يعني خلاص انا هجيبك، ففي واحد هم ساعات المدرب بيمشي هم اوريدي متفقين مع مدرب تاني. الجزء التاني كمان انك تدي تطلع بقى مدربين كمان مظلومين، يعني انت قاعد مستني لا الدايره ده خرج من هنا دخل هنا خرج من، لا يبقى الناس كمان وسعت. اللي مش شغاله الناس، يبقى وسعت قاعدة مدربين بتاعتك بشكل أكبر. صح. عندك قاعدة واسعة جدا من المدربين، وإنك بتدي فرص مش هقول المدربين الشباب، لكن المدربين خلاص بقى 50 سنة بقى شباب. 50 سنة يا كابتن. 50 سنة بقى شباب ده حقيقة. كابتن أيمن أصغر مننا خلي بالك. يعني كابتن أيمن. صح كابتن أيمن. يبقى نديله فرصة بقى شباب، نديله فرصة. هو الشباب. لا فبقول لك كمان ده ممكن ده يكون حل من الحلول، إنك اتحاد الكورة بيحط بند زي دوت. أولا هتوسع قاعدة المدربين، تاني حاجة هيبقى عندك فرص كبيره جدا المجالس الاداره تاخد، يعني تبقى تقيله ما تاخدش القرار بتصور. وبرده القرار لازم يبقى الانديه، ما يجيش النهارده مدرب بعد ماتشين ثلاثه اقيله. لا لازم يبقى قرار زي ما هو المدربين برده يبقى الانديه، ان ما يسمحش النادي باكتر من مدربين او اتنين في الموسم. بكتير اتنين. بكتير اتنين. يعني يدرب فرقتين بكتير في السيزون. يبقى هو برده نفس القرار. دي بصراحه فكره كويسه برده من الكابتن، فكره كويسه جدا، لان خلاص انت هتجيب واحد هيستمر معاك لنهايه الموسم. بالظبط. بالامر. وكمان خلي ده هينعكس عليك ان خلاص انت بقى الحته، هرجع للحته بتاعت اللعيب، مش هيقدر يظهر عندك لعيب. أيوة. لانه خلاص كده كده انا موجود. ونقطه ثانيه يا كابتن، ان انا هدقق قوي النقطه اللي حضرتك قلتها، هدقق قوي في اختيار المدرب. اختيار المدرب. طبعا. يبقى النهارده مش هجيب اي حد، فلان كلمني خد المدرب الفلاني هاخده، لا يبقى انا النهارده بقيم كابتن هاني، لا السي في بتاعه كويس، لا يبقى خلاص يبقى ده اللي هيجي معايا، يبقى هدقق قوي في اختياري، يبقى هيكمل معايا موسم اطول فتره في خلال الموسم. واطول فتره في خلال الموسم عندك استقرار فني. صح. عندك استقرار اداري، لان دايما المدربين، واحنا مريت وانا كنت مدرب وعارف، دايما مع النتائج تتهز شويه انت غصب عنك بتبدا تفكر تتوتر وبالتالي هتوتر اللعيبه، واللعيبه هتفكر اصل خلاص احنا المدرب قرب يمشي، اصل بيكلمه فمش فارقه معانا، وبعدين مش فارقه هتخش في لا مبالاه، فالنتائج هتسوء اكتر. لكن حضرتك بتتكلم عليه مهم جدا، الاستقرار النادي واستقرار اللعيبه. طيب احنا كمان كنا بنتكلم ان الدوري المصري لازم يكون دوري اقوى، لازم يكون دوري منتظم بشكل احسن، علشان نطلع لعيبه على مستوى دولي تمثلنا في منتخب مصر. طيب احنا ليه ما بنفكرش ناحيه بالنسبه للمدربين، يكون عندنا قاعده مدربين كبيره تتعامل بشكل افضل، تاخد خبرات اكبر، عشان يطلع عندنا مدرب مصري يعمل انجازات. انت خلي كل الانجازات اللي حصلت في تاريخ الكره المصريه كانت مدربين مصريين. يعني يمكن مارك سميث بطوله كانت موجوده على ارضنا، كان كابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحات. فعايز اتناقش معاكم في النقطه دي، ليه يعني ايه اللي يتعمل علشان يبقى عندنا كمان مدربين انا هسميهم شباب، واحنا عندنا امثله كتيره، يمكن عماد النحاس موجود، وعندنا احمد كشري موجود، مجدي عبد العاطي كان موجود قبل كده في اسوان، كلها مش هقول شباب بمعنى ان هم عندهم 30 سنه لكن صاعدين يعني. فليه ما نوسعش القاعده ديت من خلال اتحاد الكوره، من قرارات، من افكار حضراتكم تقولوها؟ كابتن انا واحد من الناس اللي من النوعيه اللي بحب اطور نفسي باستمرار. انا بقالي فتره يعني انا واخد حوالي 22 دوره تدريب، بدور الفتره الجايه ان انا اطور نفسي في مصر، بكلم دكاتره في التربيه الرياضيه ودكاتره في اتحاد الكوره ودكاتره موجودين من اللي كانوا بيدونا محاضرات في الدورات اللي احنا بناخدها. عايز اطور نفسي، عايز اخد اعلى من المستوى اللي انا فيه. طب اعمل ايه؟ مفيش اجابات. ولو الحاجات اللي بتجي لك انت عديتها بمراحل، يعني الحاجات اللي بيبعتها لك عديتها بمراحل. فالنهارده اللي انا سعيت ليه الفتره اللي فاتت، انا بدات مكالمات مع نادي من انديه القمه، ان انا اعمل معايشه معاهم مع مدير فني الاجنبي الموجود عندهم، بحيث ان انا اخد الفكر الراجل الموجود، اتعايش مع النادي ده في بطولاته، في تعامله مع اللعيبه، بحيث ان انا اطور نفسي. وبرده في نفس الوقت بحاول ان انا اطلع اعمل معايشه بره خارجيه الفتره الجايه، بحيث ان انا اطور نفسي. بس ده يا كابتن خلي بالك كوست كبير قوي.
طبعا. وخلينا نتكلم انت لو عايز يعني حضرتك بتتكلم على تطوير المدرب زي ما بنتكلم على تطوير اللاعبين نتكلم على تطوير المدرب وده الاهم في وجهه نظري انت هتطور مدرب طبعا. يبقى المدرب هتطور لعيب فانت كابتن عبد الناصر شايف ده ممكن يتعامل ازاي اللي عمل انا هقول لحضرتك اللي عمل حته تطوير المدرب دي اول واحد عملها عندنا بصراحه سياده المشير طنطاوي الله يمسيه بالخير ويديله الصحه خرجني انا وعبد الحميد بسيوني واحمد ايوب لما كنا في حرس الحدود وطلائع الجيش اول ما اعتزلنا طلعنا خدنا الرخصه بي وايه من بره برافو حلو قوي من اوروبا واخدناها يعني اخدناها مرتين وافريقيا كمان وافريقيا خدناها هنا في افريقيا واخدناها من اوروبا فدي فرقت معانا كتير جدا جدا انا شفت بره يعني حاجه تانية فعلا حاجه تانية شوف